انت معاك حد يا عمر؟ يا لهوي بابا ايه يا ابني ده؟ يا عمر ايه يا عمر؟ السلام عليكم وجايز فلوج جديد ضرب نار. طبعا زي ما انتم شايفين شعري بقى جامد وحرير وناعم وملون ونازل على كتفي. بص بص الحلاوه، بص شعري حرير ازاي. ايه رايك في شعري؟ جميل جميل. طبعا لا لابسها دي باروكه، لان ده طبعا مش شعري، انا شعري انعم من كده واحلحر من كده زي ما انتم شايفين. طبعا شعري جامد. طبعا الباروكه اللي انا رميتها دلوقتي دي بتاعه عسكر. عندي بتاعت عمر شو. انت هتعور مش انت اللي جايبها؟ لا يا برنس انت اللي جايبها. انت كده بتعور، امال انت هنا بتعمل ايه؟ انا قاعد عشان اصور. المهم هم متفقين عليا ان انا البس الباروكه، هم الاثنين عايزين يصوروا، بس مين اللي هيلبسها؟ احمد هو اللي هيلبسها. لا مش هنلبسها لك. يعني الباروكه دي مش بتاعتك؟ مش هتاخدها يعني؟ مش هتاخدها وانت مروح؟ مش بتاعتي. طب ما تجيش تسالني الباروكه بقى يا زميلي. الباروكه دي بتاعتنا يا جدعان، وانا عشان جايبها عشان يصوروا فيها. بصوا يا جدعان، طبعا كان في كومنتات رهيبه جدا 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 ان في ناس بتطالب ان احنا نعمل مقلب في بابايا، لان طبعا عملت فيه مقلب واحد بس اللي هو كان بتاع السجاير فلاش باك. بص ازاي من امتى يا عمر؟ ده لسه اول واحده بس كده، كان عندي شويه مشاكل كده والدنيا حاطه عليا والله بابا. الدنيا حاطه عليك؟ مش كفايه عليا اخوك؟ ده انا اللي هحط عليك يا عمر يخرب بيتك. والمقلب عجب ناس كتير جدا، وكان طبعا مقلب ضرب نار، لان انتوا عارفين كل مقلبنا ضرب نار. فعشان كده قررنا ان احنا هنعمل مقلب تاني في بابايا، بس مش بتاع السجاير. هنعمل مقلب زي ما انتوا شايفين، احنا جايبين هنا عبايه، المفروض ان دي عبايه حريمي، ودي باروكه، ودي طرحه، وده احمد شاور حبايبي. فاحنا دلوقتي المفروض فكره المقلب ان احنا هنجيب احمد شاور، هنحط له روج وكحل. احمد شاور احمد شاور ده هنحط له الروج هنا على مناخيره، قصدي على بقه، على عسكر وكحل. لا بدل على عسكر لا وكحل، وهنلبسه باروكه وعبايه وطرحه، وبعد كده هنروح مدخلينه الشقه. ايه فكره المقلب بقى؟ ان انا جايب واحده البيت، واحده بقى متمكيجه وبتاع، وانا هحاول ادخلها البيت في الخباثه اللي هو ايه، هقول خش 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 وبتاع وكده. ومفروض بقى ايه يعني لما ابويا يرجع من الصلاه هنكون مجهزين احمد ومكيجينه، وانا اللي بحكي. ما تيجوا اما نجرب دلوقتي يا مكيج احمد. مش هتمكيش انا يابا. ليه يا عم؟ لا هتتمكيش يا عم. بقول لك ايه، ما فيش الكلام ده. هتتمكيش. شفت احمد اهلال لما كان المدرب بيقول له هتلعب هتلعب؟ وانت شايفني ازاي؟ يعني ايه شايفك ازاي؟ يعني انت شايفني ازاي؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني انت شايفني ازاي؟ يعني مش راجل انا قدامك هتمكيش؟ لا يا مالهاش علاقه بالرجوليه، هذا تمثيل. مفيش الكلام ده يا صاحبي، هذا تمثيل. لو انت هتتمكيش معايا هتمكيش، مش هتتمكيش معايا مش هتمكيش. احمد انت هتتمكيش. مش هتمكيش. خلص الكلام يا عم وشيل بتاع دي. شايفين دلوقتي مرحلة تزويق العروسة، دلوقتي هتشوفوا السحنة دي في خلال 5 دقايق هتبقى عاملة ازاي. واحدة هندية. ماشي يا جماعة، وبعد كده طبعا دي المفروض ايه، هتبقى بنوتة زي القمر دلوقتي، قصدي تبقى بنوتة منحرفة عشان خاطر البنات اللي بتروح بيوت الشباب بتبقى منحرفة. طبعا وشها ما بيضش زي ما هو، فاحنا نديها طبقة كمان. لسه المفروض بتدعكوا كله على وشه. هنروح دعكينه كله على وشه كده اهو. المرحلة انتهت، فدلوقتي بقى هنحط الاي نار. نروح ماسكين رموش المزة. اسيب يا عسكر. افتح افتح مقك، افتح عينك قصدي، افتح جامد يا عم. ده الراجل بتاع جوع عيني. هو كده البنات بيعملوا كده، جوع عينهم. نعرف قد ايه البنات بتعاني في المكياج طبعا يا جدعان. افتح. مالي يا جدعان، ميك اب ارتست شغاله. يلا شفايفه الحلوه هتبقى مع الميك اب ارتست عسكر. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين المهمه خلصت بنجاح، زي ما انتم شايفين قمر قاعده على الكرسي. بصوا برنسيسه ازاي، بصوا حاطه ايديها عامله ازاي، بصوا يا جدعان الرقه دي عامله ازاي. استنى 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 استنى، في حد جه. استنى خليك زي ما انت. يلا يلا
بصوا يا جدعان المفروض دلوقتي ان ابويا لسه داخل، انا كنت عامل حسابي ان المقلب ده هيتعمل وهو بره ويجي لاقيني قاعد ماسك معايا الواحده اللي هي لابسه باروكه لبسه ازاي دي. فدلوقتي بابا جه فهنغير المخطط ان هو ايه احمد هيلبس دلوقتي واحنا الثلاثه هنتسحلب على بره واعمل نفسي كاني راجع من بره وجايب البيت، كان انا بقى ما اعرفش ان بابا هنا وفاكر البيت فاضي وجايبها وجاي بيها بقى. دلوقتي احمد هيلبس اللبس. البس يا برنس. الله ايه الحلاوه دي. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين المفروض دلوقتي بقى ان احنا بره باب الشقه ودلوقتي حطينا الكاميرات جوه. المفروض اللي هيحصل دلوقتي حالا ان انا هروح بقى داخل وماسك احمد معايا وحاطط ايدي على كتفه مثلا كده وعامل نفسي سكران ولا اي حاجه، داخل بقى عمال اقول لها ايه مفيش حد هنا تعالي يا حبيبتي وخشي وبتاع، انتوا فاهمين اللي هو كاني جايب بنت ومفكر مفيش حد في البيت ده واشوف ابويا هيعمل ايه. دلوقتي هخش والكاميرات اللي جوه هتشتغل عشان خاطر ما بقاش بصور انا بقى. يا عمر انت معاك حد؟ عمر يا لهوي بابا ايه يا ابني ده؟ يا عمر ايه يا عمر؟ بابا هو انت كده يا اخي اليوتيوب يا عمر معاك يخرب بيتك. انت بحسب البيت فاضي والله يا بابا. انت بحسب يا اخي اليوتيوب يا عمر. انت بحسب البيت فاضي يا عمر. يا عمر يا عمر خلاص يلا يا عمر معاك استنى بيتها تاني يا عمر. انت بحسب البيت فاضي يا ابني حرام عليك. ايه يا بنت امي حرام عليك يا بنت وحرام عليك يا بنت اهلك اتفضلي يا بنت امي يا بنت حرام عليك تشتري جنة تانية يا بنتي. مع السلامة. لا حول ولا قوة الا بالله. عمرك تخش البيت ده تاني يا عمر. تخش البيت ده تاني يا عمر. يمشي يا ابني يلا. يلا يا ابني مع السلامة. يلا عمر امشي يا عمر تخش البيت ده تاني يا عمر. مع السلامة. انت عاوز ايه يا عمر؟ مش ما يجيش بيته ثانيه. بابا بص ما ينفع. بص ايه يا عمر الكلام ده؟ هو ينفع يا عمر كده يا عمر؟ لا لا لو انا ينفع بقى المقالب بقى ونظام المقالب بيعملوا في ابوك يا عمر؟ بابا والله نظام ايه بس وشوارجيه وبتاع وتقول لي في الاخر ماذا فيا انا يا عمر؟ بس والله بقى احنا بنهزر والله هديك كاميرات. بص هديك كاميرات هنا وفي الاوضه وده احمد عمل شعر احمر يا احمد. طيب طيب ضرب نار يا جدعان عشان بس يا ابويا احمد طلع ولد اهو مش راجل مش بنت. دي مش اخلاق يا ريس. طيب حبيبي مش عايز توصل مثلا للشورجيه اتفرج على المقلب. الشورجيه يا حبايبي بس بقول لهم بس ما يجوش تحت منده كتير بس عشان احنا ايه يعني يا عمر شاور مره واحده ما مش موجود يبقى خلاص. وما تجيبوش بنات البيت برضه. مش بنات مش شاطرين وباباكم ما يزعلكمش. حبيبي الريس طبعا طبعا ما عايز توصل كده توصل غير رساله فتاه الليل. عايزين نوصل رساله بس بالنسبه للقصه بتاعت القطط دي. عايز اوصل بس رساله بالنسبه لحكايه القطط دي يا جماعه. دلوقتي احنا في مرحله كويسه جدا في المزاد والمزاد لسه شغال زي ما هو ضرب نار. الارقام برضه لسه موجوده في الديسكربشن. المزاد احنا عملنا له لمده انتهاء يعني هينتهي خلال 10 ايام ان شاء الله. ابعتوا على الارقام دي واللي عنده استفسار عن اي حاجه بالنسبه للمزاد. يا نهار اسود هو شكله عامل كده فتاة ليه يا ضرب نار. نشوفكم الفلوج الجاي سلام.